ننتقل لملف تاني، الملف الداخلي بقى والشغل والمشاريع والمستقبل. هنتكلم عن العاصمة الإدارية الجديدة، والحقيقة شايفين إن في زيارات ميدانية كبيرة وكتيرة في الفترة الأخيرة من رئيس الوزراء لمتابعة الأعمال الإنشائية، بيحصل إيه، ملتزمين بالجدول الزمني، الاستعدادات اللي بتتم كمان، خلاص يعني إحنا كده في العد التنازلي علشان يتم نقل الوزارات والموظفين مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة إن شاء الله. النهاردة رئيس الوزراء عدد من العناوين المهمة من خلال جولته، راح تفقد عدد من المشروعات، وكان معاه دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وسيادة اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد كبير بقى من المسؤولين في الهيئة ومن شركة العاصمة الإدارية. رئيس الوزراء قال إن تكثيف الزيارات الميدانية للعاصمة في المرحلة المقبلة ده هيتم أكتر وأكتر، وهيبقى في اجتماعات متتالية لمتابعة الترتيبات النهائية لإتمام هذه المرحلة. اتكلم كمان عن سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتسوية الطرق وتنسيق الميادين داخل العاصمة الإدارية، ورئيس الوزراء قام بمتابعة تنفيذ مشروع المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية، وبرضو اتكلم على أن المشروع ده هيحقق الربط ما بين العاصمة الإدارية وكافة المناطق بالقاهرة الكبرى والمحافظات. كمان دكتور مصطفى مدبولي راح وتفقد مبنى البرلمان وأشاد بحجم وجودة الأعمال المنفذة، وتابع كمان أعمال التنفيذ بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، وأكد عن أن المنطقة دي هتعتبر إن شاء الله يا رب هي بتمثل يعني الواجهة أو نهضة مصر المعاصرة. معانا على التليفون علشان برضو نفهم تفاصيل أكتر إيه اللي بيحصل في العاصمة الإدارية، حجم الإنجاز، إيه اللي شافه رئيس الوزراء النهاردة، هل في توجيهات، هل في أي تحديات بتواجهنا. مهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية معانا على التليفون. مساء الخير يا باشمهندس خالد. مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني خلينا في العنوان الاول، زيارات متتاليه لرئيس الوزراء واتكلم عنها النهارده وقال انها هتزيد خلال الفتره اللي جايه، دلاله ده ايه؟ طبعا ده حضرتك يعني النهارده كانت اطول زياره لدوله رئيس الوزراء، 8 ساعات صحيح؟ اه 8 ساعات، 8 ساعات من الساعه 10 لحد الساعه 6 تقريبا. يعني دخلنا في كل التفاصيل. طبعا دوله الرئيس طبعا وجه ان الفتره اللي جايه كمان الزيارات، احنا كنا بنتكلم كل شهر او كل ثلاث اسابيع ان الزيارات هتزيد عن كده كمان، من زي ما حضرتك قلتي العد التنازلي بقى خلاص ابتدى يقرب. الحمد لله يعني ابتدينا الزياره بالجوله في الاجتماع الاول في مقر مجلس الوزراء مع كل الجهات، دكتور عاصم الجزار والسياده اللواء ايهاب الفار وكل الزملاء في الهيئه الهندسيه ووزاره وكل المعنيين. عرضنا الموقف التنفيذي بالكامل على دوله الرئيس بكل المعوقات او كل التحديات اللي موجوده. طبعا اكبر تحدي بالنسبه لنا هو الوقت. الحمد لله معدلات التنفيذ يعني غير مسبوقه الحمد لله، وبقى دخلنا في مرحله بقى زي ما بيقولوا التشطيبات النهائيه. دوله الرئيس وجه ان سرعه الانتهاء من الطرق والمحاور الرئيسيه والميادين انها دي تكون في اقرب وقت ان شاء الله. احنا وعدنا على يعني نص 9 هيبقى في اسف نص 10 هيبقى غالبيه الميادين منتهيه والمحاور. وبعدين بعد طب والحي الحكومي؟ الحي الحكومي سياده اللواء ايهاب النهارده اشار ان يعني ابتدى بالفعل، كان في لجنه مشكله لاستلام المباني الحكوميه والوزارات، ابتدت بالفعل في حوالي 5 وزارات اللجنه استلمتهم وبتستلم، حاطين جدول يعني استلامات كل اسبوع او كل 3 أو 4 أيام هيبقى عدد من الوزارات. والحمد لله يعني استلمتهم كده بالفرش او مؤسسه يعني كله بالكامل. بالكامل يعني ناقص بس الموظفين بس كده كله تمام خلص. 5 وزارات دلوقتي، 5 وزارات تم استلامهم، وطبعا في جدول استلامات. طبعا احنا عندنا حوالي 38 مبنى اتباعا كل يوم هيبقى في عدد من المباني تسلم وبالفرش بالكامل. يمكن الفرش النهارده حوالي 90% من الفرش كله بالكامل انتهى بالكامل في كل المباني. بعد كده نبتدي نعمل الجوله الميدانيه، ابتدينا بمحطه الحافلات، طبعا هتبقى اكبر محطه حافلات موجوده اعتقد يمكن في الشرق الاوسط. دي هتضم ايه يا باشمهندس؟ دي فيها دي عباره عن حضرتك للاتوبيسات الحافلات الكبيره، هيبقى في هي عباره عن ارض دورين تحت الارض ودور فوق الارض، فيها طبعا حوالي موقف لحوالي من 700 ل 800 حافله في مكان واحد. هيبقى فيها اماكن للعربيات اللي هي الميكروباص والعربيات اللي هي بتلاقي حوالي 2000 ل 2100 عربيه. في بقى كل الخدمات اللي تخدم عليهم، في صاله استقبال كبيره يعني اللي بيقدر يستعمل
الاتوبيسات او الحاجات دي كلها بيقطع التذكره وبينزل في الصاله بينزل الميعاد بتاعه ده القطوره كده في الميعاد بتاعه بينزل على الرصيف اللي موجود فيه الاتوبيس بتاعه عشان ياخده ويتحرك بيه. طبعا في كل الخدمات موجوده في المنطقه حتى يعني اماكن ورش اصلاح للحافلات لو حصل اي مشاكل في 3 محطات وقود 2 للسيارات وواحده للحافلات في مول تجاري في جامع في يعني كل الخدمات متوفره هي المحطه معموله على حوالي يمكن ما يقرب من 100 فدان في ميعاد طيب اللي احنا بنتكلم فيه ده المرحله دي في ميعاد تقريبي للانتهاء منها حضرتك بتقولي اكبر تحدي قدامنا هو التوقيت يعني او ان احنا نسارع بالانتهاء بالنسبه لك بالنسبه يعني محطه الحفلات ان شاء الله يعني اعتقد بيقوم بها تنفيذها الزملاء في الهيئه الهندسيه اعتقد ان يعني بنهايه العام او في الربع الاولاني من السنه الجايه ان شاء الله هتكون كامله بالكامل يعني دلوقتي مرحله الخرسانه بتاعت قربت يعني قدام يمكن شهر او شهرين وتخلص بالكامل وبعد كده ينزلوا في التشطيبات فاعتقد ان احنا بنهايه العام او في يعني ربع الاولاني من العام القادم هتكون خلصانه بالكامل ان شاء الله. بعد كده انتقلنا بعد كده رحنا يعني البرلمان شفناه طبعا ومستوى المعمول به يعني على اعلى مستوى في الجوده وفي التنفيذ وكل ما يخصه. دخلنا بعد كده على المركز الاسلامي او اكبر جامع موجود النهارده في الحقيقه في العاصمه ويمكن برضه في المنطقه كلها. تفقدنا كل حاجه في الجامع يعني كانت جوله زي ما بقول لحضرتك يعني كانت يعني كلها بتفاصيلها ودوله الرئيس كان داخل في كل التفاصيل وودي وقت لكل حد وانا يحضر. اعتقد ان ده بتنعكس كمان على الروح المعنويه للناس اللي شغاله ويحسوا برضو بالتقدير ويشتغلوا طبعا. اكتر يعني مش بس بنشوف التحديات لكن ازاي برضو يعني ندفع بيها للامام الشغل يعني على الارض. انا بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القوميه. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.